مبرة الشاكري تكافل الاجتماعي فرع البياع. بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة تفقدية إلى أحد العوائل. زرنا عائلة أم منو؟ أم عباس. شنو وضعك؟ شنو هذا البيت الساكنة بيه؟ شلون توفى زوجك؟ شرحي لنا وضعك. أنا وضعي نايل. إحنا بيتنا هذا واحد يحكي لي على الحقيقة، قطعنا قطعة من زمان سحبنا عليها إسكان. بعدها زوجي توفى. كان يشتغل بمطعم يعني يقدم أكل. شنو سبب الوفاة؟ قلبه متوقف. تمام. أيوة. وأنا صاحبة أيتام. إيش كم يتيم عندك؟ والله أنا عندي 4 هسه موجودين، 5 متزوجة. تمام. عندك 4. 4 مستمرين بالدراسة؟ إيه بس واحد لا مسلم. تمام. زين. حجية شنو احتياجك؟ أهل الخير يسمعون نداءك، شنو تحتاجين؟ شنو تردين؟ والله محتاجة كل شيء، تعرفين عائلة وأطفال يردون يعني. صار لك قد من توفى زوجك؟ 5. يعني صار له تقريبا شهرين. أيوة. اوكي الله يكون بعونكم حبيبتي. شنو تقدرين مثلا فد مشروع لك تشتغلي احنا نسوي لك اياه مثلا؟ مو مخليه مشروع ببالي لان يعني ابد ما طالعه، ربة بعيد دائما بالبيت متواجده ويا اطفالي. تمام. يعني ماكو شيء ببالك مثلا هسه عندنا ارامل قاعده يلفون كبه او خياطه او شيء تعرفين تخيطي؟ ما عندي اعرف الخياطه. تمام. ان شاء الله راح نساعدك احنا باللي نقدر عليه وما نقصر وياك. وهاي بطاقه مقدمه لك من الحاج عبد الصاحب الشاكري. ان شاء الله نتصل بيك حتى تجين تستلمين. ممنونين منك. ان شاء الله.